أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل من فضل عليا على عثمان رضي الله عنهما يعتبر رافضي أو شيعي؟ لا، ما يعتبر رافضي ولا شيعي. ما تفضيل علي على عثمان مسألة خلافية قال بها بعض الصحابة وبعض العلماء، فلا يعتبر هذا، ما يعتبر هذا من الرفض ولا من التشيع. إنما من قدم عليا على عثمان في الخلافة أو على أبي بكر وعمر فهذا رافضي، فالخلافة غير الفضيلة، لاحظوا هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.